السلام عليكم. دلوقتي نشوف ازاي هنضيف ووتر مارك في قلب الملف الوورد اللي هو موجود في لايبرري اوفيس. طيب اول حاجة عايز اعملها التكست دوت، ممكن اخليه الناحية دي مثلا. طيب عايز ابدأ اضيف مثلا كلمة، فاقول له من فورمات انا عايز ادخل على الووتر مارك. وهقول له مثلا بيم اريبيا، دي هتبقى كلمه مكرره في كل الصفحات. ده الفونت اللي انا اشتغل عليه، ده زاويه الميل، وده الشفيه، ده الشفيه، وده اللون اللي انت عايزه. واقول له اوكي. ده هيبقى بالشكل دوت. طيب احنا قلنا عايزينها كصوره مش ككلمة. طيب بكل بساطة هروح هنا لفورمات واقول له بيج، هلاقي هنا الاعداد بتاعة الصفحة. فادخل على اريا هنا نون، ممكن اقول له كولر، ابدأ اختار مثلا لون معين للصفحة. ممكن اقول له لا، ده انا عايزها تدرج لوني. ممكن اقول له انا عايز صورة، فتقدر تحمل اي صورة انت عايزها او تختار صورة من الصور اللي موجودة جاهزة. فبيجيب لي الجهاز بتاعي، ابدأ اختار منه صورة. الفكرة ان ده اونلاين، تمام، فمش عايز ادخله على الجهاز بتاعي، ده موقع اونلاين يعني مش شرط بالليبر اوفيس، لا انا داخل على النت على موقع اسمه رولاب، تمام. فبيقول لي بقى عايز تحمل ملفات من جوجل درايف مثلا، تكتب الاسم والباسورد او كده. المفروض في البير الاوفيس العادي بيبدا يدخل لك على الجهاز بتاعك. ممكن انا اختار مثلا صوره من دول اهيت، واختار الستايل بتاعه هيكرر او ما يكررش او كده، البوزيشن من النص، واقول له ابلاي، فيبدا ياخد الصوره دي ويحطها بالشكل دوت.